مش هسيبك في الحاله يا جماعه. على شويه تعالوا كده يا جماعه، تعالوا كده يا حاج شيخ مريع عشان يشوفوا ممكن تيجي فلان. بنحبك يا ريس. المصريه والبشريين يعني يلقى يعني رضا واستحسان المصريين اللي احنا كلنا مع المحافظ. يعني بعد اعمال التطوير ده هل قادره على استيعاب حاله احتفال المرور والغرام من المشاكل كانت موجوده هنا في مكان سيد فيزا؟ هو شوف الميدان، الميدان تحديدا ما هوش ميدان في مرور عادي، هو طبيعته الكبيره هو ميدان خاص فيه الحركه ومتقدم اكثر باحجام حركه في مناسبات معينه زي صلاه الجمعه وزي شهر رمضان وغيره. وقضيته الكبيره كانت في مواقف العربيات تتداخل مع بعضيها بحيث ان ميدان صلاه الجمعه يبقى كل العربيات وعارف وصف الطرق المؤديه ليها وعالجنا حتى وجهه في المدينه. لازم